السلام عليكم مشاهدي الأعزاء. في هذا اللقاء سأتطرق إلى الحديث عن بعض الأصوات العربية التي تشكل عقبة كأداة على الدارسين الناطقين بغير العربية. وبما أنني أمضيت أكثر من 3 عقود مدرسا اللغة العربية ومادة القرآن الكريم، فقد لاحظت ولمست طيلة تلك العقود ما يعانيه أولئك الدارسون من مشاكل المتمثلة في نطق بعض الحروف أو الأصوات نطقا صحيحا، وخاصة الأصوات التي تختص باللغة العربية. ويأتيني في هذا الصدد ما حدث بيني وبين الطلاب الدبلوم المتوسط في معهد كيرونا للفنون التطبيقية، فقد كلفت بتدريسهم مادة الصرف. وعند الحديث عن مصادر الأفعال الثلاثية قلت لهم بأنها سماعية ولا يوجد لها ضوابط قياسية، ولكن تعرف بالسماع وبالنقل عن العرب. ولكي تضبط تلك المصادر فقد أوجد لها علماء الصرف قواعد تقريبية للتعرف عليها. وعندما تدحرج الدرس إلى أن الفعل إذا دل على حرفة فمصدره يجيء على وزن فعالة، مثل حاك، حياك، صنع، صناعة، زرع، زراعة. وهنا سألت الطلاب: هل تعرفون معنى حاك وهو محل الشاهد؟ فقال أحدهم: نعم يا أستاذ، معناه خذ. وهنا اضطررت أن أشرح لهم الفرق بين هاك بالها وحاك بالحاء، ومن هنا تبرز أهمية مخارج الحروف. مشاهدي الكرام، في حلقات قادمة إن شاء الله سأحاول عرض تلك الأصوات الصعبة على شكل مجموعات، وستشتمل كل مجموعة على الأصوات الخاصة بالعربية والمشتركة. وقبل أن أودعكم أطلب منكم دعم هذه القناة، قناة المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، وذلك عن طريق الاشتراك وإبداء الإعجاب ومشاركة الرابط لأكبر عدد ممكن لتعم الفائدة. دمتم في حفظ المولى القدير. مع السلامة.